أول مذيعة على التلفزيون المصري من الصم والبكم، إنها الأعلامية الشابة مدنة التي خرجت بجلسة تصوير لتوصل رسالة مهمة للمجتمع المصري وللعالم، وتوضح لهم مدى إصرارهم للوصول على حلمهم مهما كانت العقوبات والصعوبات التي تواجههم نتيجة لمشكلتهم التي منحها الله لهم. وجاءت قصة مدنة بأنها واجهت صعوبات كثيرة منذ ولادتها في 5 أشهر وبقائها في الحضانة، ثم التحقت بمدرسة صم وبكم حتى تخرجت من الألسن نظم ومعلومات. قدمت مدنة مسرحية العطر التي تعد أول مسرحية في مصر تدمج بين فئة الصم وضعاف السمع والمتكلمين، بالإضافة إلى أنها قدمت دورا في فيلم خطيب مراتي وأيضا مسلسل عزمي وأشجان. وتعتبر مدنة أول ممثلة صماء تلتحق بمعهد فنون مسرحية في الشرق الأوسط، وأول ممثلة صماء تشارك في المهرجان السينمائي عام 2018، وهي الآن حققت حلمها وتعمل مذيعة للصم والبكم في إحدى القنوات الفضائية الخاصة.